مريم بوعتورة، رمز من رموز ثورة التحرير الوطني. هزت سلاح ضد الاستعمار الفرنسي كي كان عمرها 18 عام. انزادت مريم بوعتورة عام 1938 في نقاوس بولاية باتنا، وجوزت كل صغرها في الأوراس. من بعد رحلت مع عائلتها للصيف وين دخلت للثانوية. في العام الأخراني ديالها في الثانوية وفي عام 1956 وجه الأفلان مع الاتحاد العام للطلبة نداء للإضراب. جاوبت مريم بوعتورة للنداء مع العديد من زملائها، وقررت حتى تحبس قرايتها وطلعت للجبل. القت روحها في الولاية الثورية رقم 2 في جبل القل قدام سكيكدا، وين تكون أول فوج نسائي تاع المجاهدات. مريم بوعتورة بدأت تخدم كمرشدة وممرضة، تعاون المجاهدين والمجروحين وتتصل بعائلاتهم، وكانت هكذا تمشي من جبال لجبال. ومن بعد حبت تكافح وتحارب بالسلاح، إما لا دخلت مع لي كوموندو تاع قسنطينة بجانب داودي سليمان اللي كان المدعو الحملاوي. وشاركت هكذا مريم بوعتورة في عدة عمليات عسكرية، وين تعرفت بشجاعتها وولا اسمها الثوري ياسمينة. بالصح مع الوقت الاستعمار الفرنسي اكتشف هذه الخلية الثورية اللي كانت تدير هجمات كبار بقسنطينة، ولقاو التخبية ديالهم اللي كانت شقة في وسط المدينة بحي سيدي مبروك الأعلى. وفي ليلة 7 جوان 1960 حاصرهم الجيش الفرنسي وما خلاو لهم حتى خرجة. المجاهدين حموا على رواحهم بالغرناد والميتخيات وداروا ضجة كبيرة حتى الصباح، حتى الجيش الفرنسي تير على العمارة بدبابة. استشهدوا في هذا الهجوم العسكري زوج مجاهدين، داودي سليمان المدعو حملاوي ومريم بوعتورة، وكان عمرها 22 عام. من حكاية الزمان الرحمة على شهداء الأبرار واللي بفضلهم اليوم حنا أحرار، وكل شهيدة في الجنة إن شاء الله سعيدة. ملقانا في قاعدة واحدة أخرى جديدة.